احنا شباب البوم. اهم شيء تنفذ الحكم، شغل بزيرين ما نبي. اوكي يا واد، عيب عليك، انا شوكوش كفو احكام. يا عيال مع بعض، مع بعض الدعم على الدبل. اوكي يلا يلا يا عيال، يلا بدا اي كوفو كوفو اللي اعطاني اسد مع كينج. عيال مع كينج، اي ابراجك يا محر. والله كفو كفو تامر حمزه، وينكم يا عيال؟ كبسوا شيروا ما يفوز. كفو اي اسودك يا كينج. كفو كفو يلا نفذ الحكم. اقول لا تكثر كلام، هات احكامك. اقول هد بس، شكلك منضغط صح؟ اقول لك لا تكثر كلام، هات حكمك الاول. الحكم الاول، شف، ابيك تلبس عبايه وداخلها قميص وتحط الطرحه البيضة، تطلع بالشارع وتقول انا ميري انا ميري. سلامات يا ابويا، مجنون انت. هات حكمك الثاني. خلاص الحكم الثاني، تاكل 5 بيضات بقشورها. لو اموت ما اسوي، عندي حساسيه من البيض. خلاص الحكم الثالث، شفت البرج اللي فوق راسك؟ ابيك تقطعه وتدعمني فيه. مستحيل احلق شعري يا ابويا. خلاص بنفذ حكمك الاول. كفو احكام يا شكش. يا عيال شيروا البث، ترى بالبث، ها الحكم يتنفذ بالبث. انا مري انا مري. ايه فقي، خلاص نفذت لك الحكم، سري لك. هي ايش يبقى؟ انت ما في شغل؟ روح شغل. قوم يا واد سري لك. امشي يا واد. وينها؟ وينها؟ ولك عين تطالعيني بعد؟ سلام عليكم. خليكي معي هنا، أنا دافع 25,000. تحسبينها بالسهل كذا؟ أنت وين لقيتها؟ وين لقيتها؟ لقيتها في الشارع العام ترقص مع العمال. ما في رقص. الله لا يبارك فيك اللي ما تستحين. الريحة المعفنة أكيد من الرقص وصيعة الوجه. يلا يلا قمي قدامي تروش. يلا يلا. أوكي ماما. جاء إن شاء الله. إحنا من اليوم ورايح لازم ننتبه لها زين ونخلي عيوننا عليها عشان ما تنحاش مرتين ثانية. لا تخافين يا بنت الحلال، أنا مقفل البيبان وبركب كاميرات بعد. ودخلت الحمامنا بعد؟ ورا ما تسبحت بحمامك؟ لا ولا بسرب حقك بعد، هذه مي بصاحية مي بصاحية. لا لا مي بصاحية مي بصاحية، تندي مهبولة مهبولة. وش اللي جايها؟ يلا غرفتك يلا. اوكي بابا، مرة تانية ما في صوت كبير، انا روح سفارة. قوم يا واد. We'll be right back.
النشبة ذا يبيك النشبة ذا يبيك يا عيال شكو شو اتصل النشبة ذا يبيك الو انت وينك يا شيخ الله يرجك انت وتحدياتك الرجال خطفني يحسبني شغالتهم تعال طلعني من هنا طيب وين مكانك يا ابويا ما ادري حطني في الشنطة زي الغنمة وجابني هنا ونادى حرمته وهزأتني كمان ام عاد لا يكون شفت زوجته بس شفته وتروشت محمامه كمان صاحي انت والله لو درى انك رجال يذبح ايوه انا في بيت كافيل هذا بابا ناصر بيا بيا ماما فوزية قلب طير قفل الجوال يا بنت الذين هذا الجوال هو بالمصايب من اليوم ورايح ما في اي جوال طيب بابا ما في مشكله ابوك النكبه قفل الخط عيال لا يا شيخ ترى انت اللي انكبت الضعيف وانا وش دخلني انا تحديته وهو قبل التحدي طيب وش سويت الحين عادي يا شباب خلوه ينقلع انت كل تراب هذا خوينا ولازم نوقف معه إن الله كان بكم رحيما انزلي ما بي انتهار اسكت ماني ساكت تنزلين الآن حسبي الله يا ناصر يا ناصر يا الله يا الله يا الله يا الله اسكت يا الله ما تفكر كربته فضيحة يا الله اسكت انزلي يا مهبولة انزلي بس شلت هنا الله لا يوفق اسم الخدامة أنا جاي سرحين بشر نزلت الإعلان؟ نزلت الإعلان في جميع مواقع التواصل إن شاء الله رب العالمين بيعوضنا عنها وبيجيب لنا اللي أحسن منها يلا حبيبي العشاء جاهز يلا شكوش وش ذا الرقم الغريب اسمع قاعد اكلمك من جوال الرجال اللي خطفني ترى منزل اعلان وبينقل كفالتي ام عاد ينقل كفالتك تستهبل انت طب ورمت الحاش الحاش فين الرجال مقفل كل الابواب خذ الرقم هذا عندك وطلعني من ذا الموضوع يلا سلام
اسمه عاد. وش تنتظر؟ دق عليه بسرعه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ معك عامر، نبي نشتري منك شكش، اقصد الشغاله اللي مسوي لها اعلان. طيب بكره الصباح تجي عشان نتفاهم. لا 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 لا، انا والدتي تعبانه والان ابيها محتاجه، بكيفك؟ تبي نخلص الحين؟ جيتك ولا كنسل؟ طيب الله يحييكم، ابرسل لك اللوكيشن. اوكي. فوزية سم، ابشرت بيجي واحد الحين بينقل كفالتها، خليها تولم عفشه. الله يبيض وجهك ويبشرك بالخير يا رب، اخيرا بفتك منها وتنقل كفالتها. يا ربي لك الحمد والشكر. ابى اروح اكلمها تولم عفشها واقلعها عن وجهي. يا عيال، خوينا في ورطه ولازم نوقف معاه، والحل الوحيد ان ننقل كفالته عليك. وانا وش دخلني فيكم؟ انتم ورطه بحكمك البايخ، ورا ما تنقل كفالته عليك انقلوا على كفالتي انا عشان امرمط ومرمطه واسوي له خروج نهائي. يا ابوي دزها انت، فاضيلك بعد. اسمع ياسر، انا طفران وكفته منتف، ما لها الا انت اللي تقدر تدفع الدراهم، اعتبرها دين وبردها لك. خلاص اوكي ما عندي مشكله، بس توعدوني ترجعونها خلال شهرين. اف عليك، كفو يا ياسر. 25000 ريال راحت لحسابك بالتمام والكمال، مع انها غاليه شوي بس وش نسوي؟ يلا. وهذا الجواز والاقامه، وبدخل موقع وبنقل كفالتها لكم. سبحان الله، شبه شكوش. سلامات. مو بشغلك انت، الزهل بيتكم. يلا امشي انت صندقي. يلعن ابليسك، وش اللي صار معك؟ يا ابوي انت فقي ولا كبتنا؟ يا عيال ابغى اتزوج، طلع حمام المتزوجين مره ظل. بابا وديني البوليفارد. لا حنا بنوديك المقبره احسن. يا ابوي دزها الحين، وش تبيني اقول لابوي لو سالني عن الفلوس اللي سحبتها؟ خلاص لا تصيح، ها انا بضبط الموضوع. اهدى يلا يا شكوش، ترى ال 25000 حقت نقل الكفالة اللي دفعها ياسر. شكرا. وش نستفيد من شكرا؟ الرجال موعده بشهرين اعطيه فلوسه. يا ابوي انا من فين ادبر لك 25000؟ اشتغل شغاله. اهدى من كذا، مسوي بتمسك عليه السالفه؟ وهو صادق كفته، امي قبل يومين جابت شغاله اعطتها 400 ريال بثمان ساعات. واذا قلنا 400 في 30 هذه 12000، في شهرين 24000. اي بس باقي 1000. مسامحه. كف والله. هي انتوا مجانين ولا ايه؟ ايش الهرجة؟ اذا تبيها جنان لا تنسى تراك على كفالتي وجوازك واقامتك عندي، وفي اي وقت اسفرك خروج نهائي. يا ابوي ايش الهبل ده؟ راح ابلغ الشرطة. راح بلغ، تدل القسم. بس لا تنسى ان الرجال اللي دخلت عنده بالبيت شايف زوجته، واذا درى انك رجال راح يذبحك. في الشغل السنع، لا تفشليني يا ميري. فشل عقلك يا فقي. أنا ميري. شوفي يا ميري، اليوم حفلة تخرج شهودة وأبيك تجهزين. أوكي مادام. سالي. نعم مادام. تعالي شوفي ميري بتساعدك اليوم بالحفلة. Jadi orang gak seperti orang senegara sendiri. Uskut ya enti, utak oleh matbah. Kamu Indonesianya dari mana? Anti iskala.
الحين انت من اندونيسيا ما تعرفين كلمة اندونيسيا؟ انا ما بي معلوم اندونيسي. بابا انا من اندونيسي، ماما انا من سريلانكا، انا معلوم سريلانكي. اي ما كما انداد بوري سريلانكا ما كما انداد بوري. انا ما بي معلوم اندونيسي، ما بي معلوم سريلانكا، انا معلوم سعودي. هاي هين اللي في جدر ما يطلع الا ملاس. مرحبا اخوي. اي نعم معك شركة الصنعة. بكرة متوفر. وين موقعكم؟ المزحمية. مزحمية لا! مهبول انت. المزحمية عندها تفتيش، وش فيك؟ خلي الموضوع علي، اسكت انت وياه. شوف انا اخوك، اذا تبيها مع التوصيل ترى في رسوم زيادة. داخل الرياض ب 400 ريال، خارج الرياض مع التوصيل ب 1400 ريال. تجي تاخذها؟ خلاص اوكي، في انتظارك. فمان الله. مزحمية بعيد! والله اني ماخذها بعد، خدمة الشايف الديرة ما عنده احد وانا مشغول في الرياض. اف عليك ميري، تعجبك تطبخ تنظف تكنس، حتى كبار السن عنده خبرة معهم. لا وابشرك بعد، تعرف تطبخ ذبائح. ما شاء الله، هذا عز الطلب صدق. لا ما في طبخ ذبائح، اتفاق كنس نظف بس. يصير خير يصير خير، ارتبي الحين ارتبي. يلا حيه، يلا مرحبا يا ابو مطرق، يلا حيه بكل بقايا مرحب. تحيا ودوم، ما شاء الله جايبينكم شغاله. اي والله يا اخوك، جبناها بعد خدمه الشايب ومن الشايب الحاله. انت متزوجه؟ ايوه انا زوج، بس زوج انا موت. والله ساعه الهدى، ورا ما تزوجون هالعود وتضمنون قعدتها معه. ابيها 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 ابيها، هذا اللي ناقص. قوم يا ولد. يا اخي ذا الفيلم رهيب. اي والله. ايه اسمع، انت وهو متبلغ عني؟ بلغ طز، الموضوع وصل هنا. الرجال بيزوجني ابوه، مجنون انت؟ عامر سمعت ايش يقول؟ يا حبيبي اجل جيب الفلوس اللي عليك. النشبه دايبي، النشبه دايبي، النشبه دايبي. الو، اي شركة السنعة للخادمات. هلا يا خالة، سمي أمريني. تبين خدامتين؟ أبشر بعزس. متى تبينهم؟ خلاص أوكي، حضروا لس بكرة. أرسل الموقع. مع السلامة. يا عمي سري لك، ماني متحرك أي مكان. غبي أنت غبي، الطلبات كثرت. بعدين لو أنك موظف ما تجيب الفلوس ذي. أسمع يا شكش، نبي نعطيك 30% من الدخل، وش قلت؟ 50% ما تنقص ريال واحد، ولا بطلنا. شوف الطماع. خلاص يا بزر، 50% لا تصجنا. انت بزر طرق. خلاص اوكي لا تهايط. بس في مشكلة الحين. وشي؟ الحرمة طالبة شغالتين. طيب شلون بتدبر هذي؟ ها؟ ابد، خلى الموضوع علي. هذول الشغالتين اللي طلبتهم من احسن الشغالات اللي عندنا، الاخت سيلانية وهذه اندونيسية. كم هير؟ كم هير قدامي؟ كم هير انت قدامي؟ الله الله بالمعاملة الطيبة. وانا اخوك، هذولي جايين متغربات ويترزقون الله، وامانة بعناقنا. هالحين انت وراسك جاي تعلمني المعاملة الحسنة والكلام الفاضي؟ وصلتهم عندي هنا، اقلب وجهك انت وياها. يلا قدامي عند الوالدة، يلا. كم هير اسمع، ما ابيك ولا تتكلم ولا كلمة. ياوا، عشان ما تنكبنا. ياوا، خلك اطرم. ياوا، خلك اطرم. ياوا، اقول لك خلك اطرم. ياوا ياوا، خلك اطرم اقول لك. شو اسمك انت؟ انا ميري. وانت وش اسمك؟ وراك ما تجاوبين، طرم انت ولا وش قصتك؟ ماما هذا مسكين ما بي يسمع ما بي كلام، هو صغير تيهو فوق راسه شجرة، هذا النتيجة. يا ساتر، الله يشافيها ويعافيها. طيب ابغاكم تغسلون هالمواعين هذه كلها وتغسلونها زين. ها ايه شكلها شاطره وسنعه ذي. اقول تعرفين تسوين جريش؟ ماما هذا ما بيكلم، انا ما في معلوم جريش، معلوم هذا منتو فربوزه يقلوش حركات. سلام عليكم.
عليكم السلام. شلون ام اسفر؟ بخير يا يمه. لازم لي رجال من اخوياي عزيز على قلبي، لا القهوه ولا الغداء. ولا اوصيك يا ام اسفر، ما بذيك الجريشه وذيك الكبيسه اللي ما عاد وراها يا يمه. الله يحييه يا يمه، وهالحين بسوي لك القهوه والغداء. هذول باين عليهم وان امك ما عندهم دبره، خلهم بس ينظفون ويغسلون لي هالمواعين، ومن تجهز القهوه بيجيبونها لك للمجلس. الله يا ستر، لا يجيبون فينا العيد. بس تبي الصدق، ما توقعت ان بزنس الشغالات يطلع فلوس كذا. بصراحه مشروع بطل. عفو عليك، انا افكر اذا زاد الطلب اجيب من سريلانكا. سلامات يا ابوي، شكلك ناوي تستقدم شغالات جد. لا ما يحتاج، انت وصالح موجودين. ابلش. امسكي امسكي امسك انت الثانيه. يلا روحوا ودوا المجلس، تحركوا. اوكي ماما. حياك الله. والله يا ملا، الله يبيك، بيت اخوك ويا مرحبا. الكلبك طال عمرك. والله الساعة المباركة. والله حياك الله يا ملا يا مرحبا. ابكم ابكم ابكم، اللي جاي من عند ابوي، احد بخدامه طلع رجال. انت متاكد ان هذا رجال؟ اي والله رجال. ياما انا رجال، ليه ما ملينا عينك؟ يا فضحك فضحا يا مسفر، انا ولدك يا ابوي. ادخل رجال في البيت، ادخل رجال في البيت، رجال في البيت، رجال في البيت. وش رايكم في الفتى النشيط عموري؟ ها كيف ظبطتش ولا ما ظبطتش يما؟ هذه اغراضك كلها جايبها من البقاله. وش ذا؟ ليش ما قلتولي؟ في اغراض كنت ابيها. حتى انا في اغراض كنت ابيها. لا يا شيخ، وش تبيني اسوي؟ اخذ ميكروفون واقعد ادور بالبيت واقول من يبي بقاله؟ من يبي بقاله؟ راجع على البقاله، ماني براجع. مشكلتك انت وياها. خلاص لا طلع بعدين يجيبها لكم. ماما صابون معين خلص. البقالة فيك فيك، روح للبقالة ويرسلون طلباتهم على الجوال. اي بس توني جايبه. والله لو انك جاي من القصيم، البقالة باخر الشارع. يلا روح لمها انزلع. سم سم. الو، ابوك يا النكبه، شو اسوي الحين؟ خير ان شاء الله. غبي يعمل ما تشوف. اسف طال عمرك ما انتبهت. تصدم سيارات خلق الله وتقول ما انتبهت؟ وين اصرفها دي ها؟ وين اصرفها قل لي؟ انا اصرفها، خليها علي. عسل على قلبي، مسموح ما جا منك. اسعدها من فرصه يوم صدمتني. انا اسعد بس ما عندي تامين. ما بي منك شيء.
ما ابي منك شيء. لو تروح سيارة تعال. اكيد ما تبي شيء، يعني ادزها. دزها ويا جعلها دزة السلامة دزها. طيب. درب السلام، الله يحفظك يا روحي. أغراض أغراض، وآخرتها شبسات وحلاوة. مو بشغلك، أهم شيء جبت المفرحات اللي أبغاها. لكن نسيت شيء زي العادة بس. أقول أهدى أهدى، ترى الأخلاق سوح. الله يعافيك يا عامر. تعبناك معنا. شكراً يا عامر. وشو عليه شكراً وتعبناك وتعبناك؟ هذه لا شغل ولا مشغلة، والبقالة هذه هي براس الشارع. وراك علي يبا، أنا وش سويت؟ قطاوة أنتم. هد يبا هد. يا عمري يا عموري. أم عاد عموري، آخر مرة قلتها لي بثاني ابتدائي، لكن أنت صاحب اللقب، لك فضل علي. كل لك يا عموري. عوعو حبيبي، ودك أسوي لك الجريش اللي تحبه. عموري يجي يمه، بس عوعو ما تجي أبد. شبعت شبعت أحاسيس ومشاعر وتريش حق سنة قدام. النشبة ذا يبيك، النشبة ذا يبيك، هلا يا قلق. تجي الاستراحة؟ يا ابوي خش في الموضوع، قول له على الكبسة. أقول لك وأنت جاي يا عامر، جيب حبة مندي مع الرز. أبشر بي يا كفتة، يجيك أحلى كبسة أنت والقعطية اللي معك. مع السلامة. أبوك يا الزحمة. تفضل تفضل في حطريق يا اخوان. تفضل. كيف اقدر اخدمك؟ عطنا حبة مندي واربع لبن. حبة مندي؟ ايه حبة مندي، وكثر الرز ها، وحط بصل، سلطة مطحون، ملاعق زيادة، صفر، اي شيء زيادة حطه. ابشر لعيونك. كفو والله. شرفنا اليوم بزيارة الغالي عامر، وهذه كرامة له وعذرنا على القصور. تفضل حياك الله. كفو والله. سموا يا عيال، سموا سموا. ألو الأخ عامر، معاك مرور الناصرية. أنا مالي دخل، طلبت حبة مندي وهو نزل لي مفطح. أبيك تجينا الحين. أبشر أبشر الحين أجيك. كلوا كلوا يا عيال عادي. دخلني أنا. الرجال اتهمك أنك صدمت سيارته وهربت. قسم بالله ما هربت، هو اللي قال لي ما بي منك شيء، حتى قال لي لو يروح موتر يتالف في دراسك. حضرة الضابط هذا كذاب نصاب، هذا صدمني وانحاش حتى ما نزل من السيارة. فا ورق قلبت. نعم طال عمرك،
تسمح لي بس خمس دقائق، خمس دقائق أكلمه شوي. خمس دقائق كثير. دقيقتين. أوكي. دقيقتين تفاهموا مع بعض وأنا راجع لكم. اسمع، تنازل ماني متنازل، لا تقعد تقلب راسي. ها للحين صامل ما تتنازل؟ متنازل متنازل ما في منك شيء مرة. لا 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 حقك، أنا صدمتك واستاهل السجن. لازم لا بسم الله عليك لا تقول ذا الكلام، تكفى بسم الله عليك من السجن. طب اسمع، إذا جاء الضابط تكتب تنازل إنك ما تبي مني شيء، أوكي؟ إيه أبشر، من عيني ذي قبل ذي. بس تكفى عندي طلب، أبيك ترشني رشتين بس عشان أروح البيت والحرمة تحبني، قلب علي ما أدري إيش فيها. قلب عليك؟ إيه والله. لا 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 حرام، ما تستاهل صراحة. خلاص وقع التنازل وأعطيك الرشتين. أبشر يا روحي. طال عمرك خلصنا. مساء الخير. مساء الحب يا حب. بلا مساء بلا صباح. جبت لي الطقم الألماس اللي قلت لك عنه ولا لا؟ والله يا حياتي صراحة أنا نسيته، بس لو تبغيني راح أجيبه الحين راح جبته عادي. لا إيش دعوة؟ إيش دعوة؟ أصلاً أنت أغلى من الذهب، أغلى من الألماس، أغلى من أي شيء حبيبي، أصلاً يكفي وجودك بحياتي، هذا بس يكفيني. للحين تبغاني أغسل الصحون في المطبخ؟ صحون؟ صحون؟ لا أنا أبغاك تنسى هذه الجملة تماماً. المطبخ أصلاً هذا أنت ما راح تدخله مرة ثانية حبيبي، أبداً أبداً، أنا اللي بختمك، أنا اللي راح أختمك حبيبي، أنا. أشكرك. هي الخسرانة يا كفتة، خسرانة طيبة قلبك وحنيك. أقول لا تقعد تدعس له بس يا ابن الحلال، شايف وجهه؟ يا ياسر أترك الرجال في حاله، اللي فيه كافيه، ترى ربي ابتليك في عيالك. قال الله ولا فالك، تخيل بس. إلا تعال كفتة، كم واحدة شفتها شوفة شرعية وانحاشت؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، 14. تبي نصيحة يا كفتة؟ سو عملية تجميل يمكن تزين أمورك. حنا أخوياك يا الله يلا متقبلينك. قل لك ياسر، أنت اللي بالك عملية تجميل في أخلاقك اللي زي الزفت هذه. كفة تنمر على الرجال. دربد 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 دربد. أوف 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 أوف. وراك تبكي يا كفتة. يبكي لأن البنت اللي خطبها كرشته عقب ما شافت وجهه. يا أخي يسد يا ياسر، تراك ثقالت على الرجال. كفتة، تعال أبيك. وين تاخذ بتخطب ولا بعد؟ ما هو بشغلك. ترى من الحين اقولك لا تتعب نفسك، بيكرشونك اذا شافوه. وش تبغى فيني يا عامل؟ خليني معاني. اصبر يا كفتة، لا تصيح يا اخي، عيب عليك. انا ما بيك تصيح، ابيك تعطر تضبط امورك. اوكي يا لبي، احبك يا كفتة. وانا احبك يا عامر. اسمع، ابيك تدخل وتجلس جنب ياسر، ها؟ اوكي، لا تصيح، بس دموعك. يلا شاطر، يلا انبسط استانس. ها ها آه، لا الحين صامل تبغى تتزوج يا الشبهة. يا لبيه يا لبيه. ايش بك؟ انت احسن واحد شفته بحياتي يا كفتة. ابد يا كفتة اطمر، اي واحدة تبيها انت اشر، بس قل ابي ذي ونجيبها لك. هاي فوابيه. انا مستعد يا كفتة اعطيك اختي، ولنا الشرف اننا الناس بقى حبيبي. لا 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 يكون اختك وجهها طويل مثل وجهك. حقك حقك يا كفتة، بينك وبينها الشوف الشرعية، عجبتك خذها، ما عجبتك دزها. عامر ايش الهرجة؟ وش انت مزين يا عامر؟ بعدين بعدين اعلمكم. سليمان صارت الساعة 10 وانت بعدك لا ذكرت ولا نمت. إلا يما أنا أذاكر، لكن ما أجي أذاكر قدامكم عشان ما تقولون علي منافق. هدي سأذاكر بغرفتي. ما شاء الله، اسمعني، هي كلمة واحدة، إن ما جبت ممتاز لا أشيل عنك البلاي ستيشن ولا عاد تشوفها، فهمت؟ ترى عارف أمي قول وفعل. أخي شو سوي، بكرة علي اختبار علوم
وصعب ماني فاهم منه ولا شيء. عفا عليك انا ضبط. حلو ضبطني كيف؟ اي بس ما تعلم احد. بس ابشر بعز. استاذ استاذ. ها وش عندك سليمان؟ عندي سؤال. وش تبي؟ استاذ ما فهمت السؤال هذا. بس الاول صح والثاني صح. غلط صح صح غلط غلط صح صح غلط. تعال ابي اعرف وش كثر مشتاق لي ابيك كثر صبري كثر ما تطري علي. تعال انا منتظر. تعال يا بعد روحي وكل ناس وهلي. تعال ابي اعرف هذا؟ اي نعم انا. هيا يا روحي هيا تعالي قربي راح تعرفي كل شيء. هيا ترى هو شكله كذا من بعيد بس إذا قربتي وش زينه وش حلاته. تعال ذبحتني عيونك القتالة موافقة ياوة وضبطت بربع تولة وضبطت اموره زواجها اليوم سريع سريع. من هو ويباع العطر ذا؟ علمن؟ اي والله يا اخي علمن. قل لنا من فين تشتري البورفيوم الخطير هذا؟ قل لنا بلاش حسد. تخبي على ود عمك سنعن. اقول مهبول انت. هذا العطر الوحيد اللي في العالم ما يملكه الا انا. جاهز يا روحي. جايب الفطور لين عندي. الزواج مشاركة. طيب وده الماسك ليه الحين على وجهك؟ الإرشادات بتقول ربع ساعة بس وجهي يبغاله 24 ساعة بس عشانك يا بيبي بشله. خير وين الفطور؟ قصدك مساء الخير باقي شوي ونتغدى وانت تسأل عن الفطور؟ وش تعلميني بهالثور؟ يسهر بالليل وين بالنهار؟ معليش كنت بصحى الصبح ولعلها هجت معي وتوني صاحي. انت يا بزر قومي صبي لي قهوة. ليش ما عندك يدين تصب لنفسك؟ هي سادزة وانا ما صب لنفسك. انا ماشي مع مبدأ الصغير يخدم الكبير. ليه؟ محرول ولا فيك شيء؟ ايوه شكله محتاج رش رشتين ضبط الأمور. طيب من اللي طق الباب؟ معاه درنب كفتة. أتحداك الأرنب البطل. العطر اللي أعطيتني خلاص وزوجتي طردتني من البيت. مهبول أنت معطيك كمية تكفيك أسبوع خلصت بيوم لا يكون شربت يا الهطف. لا رشيته كله في ليلة العرس كنت أبغاها تموت فيني بسرعة وتعشقني. تعرفني عامر أنا رومانسي بس منسي. هم عاد منسي. أوكي أوكي خلاص دز هالبيتكم وأنا باخذه وأجيك أعطيك رش رشتين. يلا رح رح يا أرنب يلا يلا لا يصدونك أمش يلا. الحمد لله والشكر لله الله لا يبلانا. يبا سن في عطر ضايع اللي ما شفته. لا ما شفت شيء.
السالفة؟ وش حملة التنظيف ذي اللي طرت على بالكم فجأة؟ بعدين الزبدة في علبة عطر لونها أسود، ما شفتيها؟ لا ما شفتها، بعدين أرجوك لا تعطلني عن شغلي. وش السالفة؟ سرعة ما يبغى خلم جوال قرقرقر. أبشري أبشري ولا يكون خاطرك إلا طيب. ها سليمان يخلص ندف هذا، روحي مطبخ وقص المواعين، ما في بلاي ستيشن. أبشري عمتي ميري. وين أمر؟ أروح أناديه؟ لا 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 تعالي بس بعدين أنا أشوف وين هذا ولد مجنون. النشبه ذا يبيك هلا وش بغيت؟ عامر الحق علي يا عامر، الربع تول اللي اعطيتني خلصت والمدام رجعت تقلب علي. تكفى تكفى فزعل يا عامر تكفى. يا ابوي تنسى الشغالة اخذت العطر، تفهم ولا ما تفهم؟ اسمع يا عامر ابعطيك 50,000 ريال على ربع توله، بس تكفى تكفى دبرها لي وتصرف تكفى. تندف كويس يا ابو عامر مية مية. الحمد لله كنت أنا أصابي تامرين شيء ثاني يا طويلة العمر. السلام عليكم. عليكم السلام. عجيب والله، وش أنت لابس يا مهبول؟ لا أبد، بس فيني حساسية ورحت للدكتور أعطاني ذا القناع. ميري أبيس شوي. ميري أنا معلوم أنت شيل عطر، أعطني إياه بالهداوة علشان ما أفلم بس أوكي؟ أنا شيل عطر أنت عشان بابا حاتبت على والله لو تتسبحين بالعطر ما تشمين من أبوي ولا ريال، عارفه ما ينفع معه لا عطر ولا اسلوب. اذا ما انت مصدقتني جرب يطلبي منه 5,000. اها ابو عامر سمي يا خلفهم. انا ابغى 5,000 ريال. والله لو تبين هذا لا زياده على تبس وتحصلين. ما قلت لس، اعرف ابوي زين كل شيء ينزل فيه الا الفلوس، لو بغيبوبه يصحى. الزبده أنت كم يبينس وتخلصين بيتس؟ 20,000 ريال وتكت عشان أنا أسوي سفر بعدين أنا حاتك قطع. أبشري بعزز لس 20,000 وتذكرة فوقها، وهذه 20,000 ريال والتذكرة دزيتها لك بالوات. خير 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 إن شاء الله. ايش اللي مسوي في نفسك انت؟ رجعت حرب الخليج؟ لا بس عندنا حشرات بالبيت. خذ هذه الربع توله. الله يخليك لي ولا يحرمني منك. انا ما ادري شلون بدونك عايش. مله. تعال تعال. انا اللي ما ادري بدونك شلون عايش. ميري. وصلها معك المطار على الدزة. لا تناظرني يلا. من يفتح السوم 10,000 ريال 10,000 ريال 10 ريال 10 ريال سلامات. داخل بقالة تشتري لبن أنت؟ وش للسوم النايمة؟ 100,000 ريال أبوك يا السوم البطل. 100,000 ريال من يزود يا عيال. أنا أحتاج هالعطر مدام عليها الإقبال وفي صفقة تجارية كبيرة، ينفع؟ سلامات يا شنبو، أنت جاي تسأل ولا تسوم؟ أنا أسأل
200,000 ريال 200,000 ريال 200,000 ريال 200,000 ريال 200,000 ريال من يزود من يزود من يزود من يزود من يزود. لو سمحت أنا طالبك يا الغالي، أبي هالعطر، أبي أقدم موعد العملية. والله تعبت. 500,000 800 شوي لو سمحت. خلاص لا تبكي لا تبكي. أبكي. الفلوس تروح وتجي، أهم شيء صحتك. خذها والله يفداك. لا تبكي لا تبكي خلاص. الله يشفيك الله يشفيك. العطر كان أحسن لك.